اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله وريتكم فيديو جديد. فيديو تاع اليوم مختلف، يعني الفيديو اليوم دخلت لكم لغرفة النوم تاعي، تشوفوها كيفاش راهي مخربه، كيفاش راهي مواسيه، كيفاش راهي مغبره. يعني حبيت نشارككم بكل تلقائيه بدون بروتوكول، بدون يعني تكبر ولا زوخ ولا فوخ. هذه هي حياتي، حبيت نوريها لكم كما راهي بكل بساطه. كما راكم تشوفوا، اول حاجه درتها هي كانت عندي هذه العلبه تاع الهاتف، او تغلفتها ودرت لها رجلين بهذو الكريات. هذو الكريات نحيتهم من السيغتات تاع بنتي، شريت لها كميه كبيره بزاف. ومن بعد هذو الكريات جاوا معلقين فيهم، نحيتهم درتهم شغل رجلين تاع الصندوق تاعي. هذا راح نستعمل فيه المجوهرات، دوك نوريه لكم من الداخل واش درت فيه، وشوفوا الشكل تاعو الخارجي كيفاش جا. جا تحفه تحفه هكذا، راه يبان لكم نورمال، في الواقع راه يبري ويبرق هكذا، واللون تاعو يعني كاد في الابيض، جا تحفه تحفه تحفه. كما راكم تشوفوا البنات، هذه الساعه جابها لي شيخي كادو زعما تاع البيت الجديد، يعني هي دارو بصح جاب لي كادو زعما بارك ليا يا بشومبرتي. جاب لي هاد الساعه وجاب لي هاد البوكي تاع الورد، عطيه الصحه كثر خيره. هنا البنات حبيت نمسح هاد المري، كيما على بالكم قسمت قشي بين دار القديمه ودار الجديده. اما لا هاد الكوافوز الكبير جبتوه هنايا في الدار هذه الجديده، باه نحط فيه حوايجي، نحط فيه الحوايج الخفيفه تاعي في القجار في الكوافوز من تحت. المري ايضا خاطر ما عنديش مري في الغرفه تاعي تاع النوم، خاطر الخزانه ايضا خليتها ثم، خليتها في الدار القديمه خاطر ثم اللي راح نقعد اكثر، كيما العطل ولا العطله تاع الصيف الكبيره كامل راح نكون ثم. اي هنا درت لكم قلب زعما بلاني نحبكم ونموت عليكم، ونحب نشكركم بزاف بزاف على التعاليق الحلوه اللي راكم تخليو لي فيها، وايضا على اللجام ومشاهدة الفيديو ايضا. شكرا بنات، شكرا كثيرا. المهم هنا حبيت نوري لكم الطريقه تاعي كيفاش وليت نغسل الدجاج، ما نمصمصو ما نمسح بالكتانه ما والو، نراغو نراوه مليحه، نجبد بهذاك الفروطوار. والله البنات يخرج يشعل يشعل كل المريك البوطاجي كي كلش. وهنا شعلت لكم الضو، يعني راني نحتفل كي مسحت شومبرتي. صراحه تعبت روحي باطل، لخاطر مازال عندي خدمه في الدار بريكول. الشيخ تاعي راهو يفتح في طواقي في الشنابر هذوك اللي فيهم ظلمه، اما للحاله وكراي مغبره بصح هكذا. كنت تخنقت، حسيت روحي مانيش مستراحه، كلش مطايش، قشي مطايش، الغبار الحاله. اما لا قلت نستيكي هاد الكوافوز باه كي ندنك فيها هكذا، تنفس وتنهد هذيك التنهيده تاع الحاله شويه باهيه. البنات هذوما المجوهرات تاعي كيما راكم تشوفوا، شويه فضه شويه لؤلؤ، ماشي لؤلؤ حقيقيه. هذا زعما تاع صواري، انا بصراحه نستعملو نديرو فوق راسي ولا نديرو لبنتي في اغلب الاحيان. وهذه الفضه فضه اصليه تاع القبائل، يعني جابها لي خالي ربي يحفظه في عرسي. كما قلت لكم البنات، حنا عندنا هذو الشنابر تاع ظلمه، عندي ثلاثه شنابر تاع ظلمه. اما لا شيخي قالك نفتح لهم طواقي صغار هكذا باه يدخلهم الهواء ويدخلهم ايضا شويه ضوء. المهم هو حاب يدير ونقولو دير واش تحب دار دارك. هذو هما طباقي البنات، كومونداهم قاصلهم، وغطوة ان شاء الله ولا باغي غير راح يعاود يركبهم. يعني لحد الان مازال ما ركبهمش، فتح لهم برك دالهم السيمان باه يحكمو كيركبهم. هنايا البنات عاونت راجلي، جبت الفطوار، جبت له هذاك الحجر كامل، جبتها درتها له في القرنيه، وهو هزها كامل طيشها برا، يعني ماشي برا قدام الدار، دايره في البلاصه المناسبه ليها، ماشي كي نطيشوه في ماجنه نطيشوه للناس. وهنا ايضا لحبيباتي عييتي بوتيت وجعت، رحت ندير الحليب ليا ولادي، يعني كانت الخمسه ولا سته صح هكذاك، قلت ندير لهم شويه حليب. قدام الحليب طول حتى العشاء كان راح يطول باين الحليب. هنا هاد البريق البنات اللي كنت شريتهم، حبيت نوريلكم بلي راني نخبي فيه الحليب، كاين ندير فيه الماء. يعني بنات هما في التخبيه براتيكيين له، لخاطر فيهم هذا المغط يغطيهم ما يدخلهم حتى حاجه. وهنا طبعا نروحوا للركن الاخضر، ركن النباتات، راح نوري لكم كيفاش نعتني بنباتاتي. كل صباح نطلع عليهم كلهم صباح الخير يا الباهيات يا الخضرات يا الزينات، وطلع لهم مورال، هما ينوضوا 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 يوليو يهبلوا كيما راهم.
وهنا البنات حبيت نشارككم طريقتي في شرب الحليب. ما كانش طريقه كيما هذه الطريقه، روعه روعه روعه. البنات جربوها وقلبوا لي الخبر. هنا بصراحه الحليب كنشربوه ولاتي خلصوه، بقات لي غير شويه. درت فيه القهوه وكسرت فيه الجوع، اما لا هكذا ندير البنات، نجيب الخبز ونغمص وناكل، نجيب الخبز ونغمص وناكل حتى يخلص القطره الاخيره، نزيد نكملها بالخبز ونخلصها. البنات رحنا للركن الاكل يعني والعشاء طبعا الذي لا يخلو من اي بيت يعني جزائري او عربي، لازم نطيبو وجبه العشاء ولا نموت بالجوع. المهم هنا درت جوج كرص كسره، كرصه كبيره شوي كرصه صغيره، يعني في جوج صغار بصح واحده اكثر من واحده. انا حبيت نوريكم بلي شيت هذه اللوحه، شيتها 10000، هذه اللي نتكيو بها بهنا باش طيبنا الكسره تكون متساويه. ايضا الطاجين تاعي هذا البنات تحفه، شريته ب 150 على ما اظن، عنده عامين ولا 3 سنين ملي شريته. نستعمله فقط الغريف، نستعمله لي كريب، نستعمله في التاكوس، هذا ممكن. والان كي جيت لهذا البيت يعني اضطريت باه نستعمله نطيب فيه الكسره، لخاطر ما شريتش واحد اللي ندير فيه الكسره، بصح ان شاء الله راح نشري واحد اخر باه يبقى لي مليح وما يتجرحش وما يلصقليش، لخاطر هو ما يلصقش روعه. وانا حبيت ندير لكم شويه ماجي كيما عبير لبنانيه. المهم البنات انا حبيت نوري لكم بلي راني نرحي في الخروب، عندي كميه كبيره الله يبارك، راني حابه نرحيها، كاين اللي نستعملو كاين اللي راح نعرضو يعني اللي به الاعشاب، لا حاب يشري من عندي نبيعو ان شاء الله. بصح ما على باليش كدا راه ندير الكيلو تاع الخروب، يعني الخروب المرحي ما على باليش كدا راه يدير. ايضا شفت بلي حتى العظم تاعو فيه فوائد كبيره. المهم هنا البنات لحقنا نهايه الفيديو، نخليكم بامان الله، ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والتعليق، بارطاجيو بنات الفيديو تاعي بالك يطلع ان شاء الله، ونوصل مشاهدات كبيره ان شاء الله واشتراكات كبيره. خليكم سلام.